السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم جيتاني لجهة المطار باش نصور لكم الاشغال ديال الطريق المداريه غتخرج من جهة المطار. كما كتشوفوا اخوتي كاين شي شويه د الريح اليوم، ولكن ما عندنا ما نديرو. كما كتشوفوا هاد الطريق اللي كنمشي ليها دابا راه هي اللي جايه من المطار، ودابا هنا راه كتمشي ديريكت لايت ملول، وهذه هي الطريق رومبان اللي غادي المطار واللي غادي للبلاصه الاخرى اللي غادي نحاول نوريكم. وهنا راه هنا ديريكت غتمشي حتى بن الشيخ في التمسيه، وبن يتحمو في ازور. هذه البلاصه هذه راه غتديك ديريكت تقريبا لاكادير. وهنا دوك الفوارم اللي قرب المطار كما كتشوفوا هنايا، اللهم بارك تبارك الله. والمعلومه اللي غنحاول نعطيكم هنايا هو ان ملي كتشوفوا هاد الطريق اللي غاديه دابا هنا راه ما ديش تحبس هنا، غتمشي حتى لسيدي بيبي، غدوس على ديك المنطقه اللوجستيكيه ديال سيدي بيبي، وغتمشي حتى الاحشاش، غتمشي حتى الاحشاش وسيدي بيبي، ومن بعد غتزدا مع ديك الطريق اللي قلت لكم ديال الساحل اللي غاديه هذا اللي غادي لتيزني. راه قلت لكم شحال من فيديو هنا فين وصلوا في الاشغال، تبارك الله عليهم، الناس راه خدامه كما كتشوفوا. هادو هما دوك كيسميهم واقيلا الفرماجات هنايا، والطريق راه كاينه تماك، راه كاين واحد التوسعه في ديك الجهه من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. وهنا راه رومبان دارو تبارك الله راه زوين. وهنا دوك الغابات ديال الارغان اللي قلت لكم خص يحيدوهم، ولكن ارغان باش تحيدو راه خصك ما هي وما لونها باش انهم يوصلوا المنطقه اللوجستيكيه ديال سيدي بي بي، عفوا ديال القريعه، من بعد يوصلوا لسيدي بي بي. غنمشيو نطلعوا للبلاصه الاخرى، تشوفوا هنا تشوفوا شنو كاين تما. كي بقاو معنا، هذه هي الطريق اخوتي اللي قلت لكم غنحاولوا نمشيو فيها، راه خاويه ولكن دابا راه ما فيهاش ترافيك، كاين غير كتلقى جوج كوميه ولا جوج طوموبيلات، هذا الشيء اللي كيكون هنا على حساب ربما هذو اللي خدامين هنايا. هذه هي الطريق، ها دوك الفوارم راه ديجا صورتهم لكم في واحد الفيديو، ها هما الفوارم الثاني هنا في هذا الجهه. الناس هنا كيلعبوا كيديروا السبور، ها هما غيبانوا لكم راه كنشوف فيهم هادو اللي بالصفر تبارك الله، يعني منطقة زوينة ومديورة يعني للسبور، ولكن تا الترافيك غتكون تبارك الله غتعرف واحد التطور مهم فاش غدوز هاد الطريق المدارية. شتو الفارم اللي قلت لكم؟ ها كاينة شي شوية الشمس هنا، ولكن ما عندنا ما نديرو، ها هي غنمشي تقريبا حتى ديك البلاصة اللي قريبة لبن الشيخ، نشوفو فين وصلت الأشغال تماك. الناس راه كيجيو هنا، إما هادو ساكنين في بن الشيخ وتمسية، أو هادو اللي قرابين الإخربان المطار وكيجيو هنا كيترينيو هنايا. تبارك الله راه واحد الطبيعه، راه قلتها لكم داك النهار راه يا سلام. شفتو راه حتى هذا التمسيه راه كتبان من هنا. هادو غنحاولوا ندوزو هاد الكباش، هادو ولا هاد الخراف ندوزوهم. شوف الناس تبارك الله كيديروا سبور، شوف 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 يا سلام، شوف شوف تبارك الله، اللهم بارك. دابا وصل ليها الشانتي اللي جاي من المطار، ها الطريق فاش كنا ديال المطار. وهنا الشيخ اللي كاين حدا تمسيا، غنحاول نزوم لكم شويه. هنا راه كيبان لكم شي شويه واحد الحديد تماك فين غتبنى ديك القطره اللي كتجي من بن الشيخ، وغتقطع ديريكت باش تلقى ديك القنطره اللي جايه من تكادير. وهذه هي انفي ديال التمسيه كما كتشوفوا، هذه راه تابع للتمسيه، كاين التمسيه وكاين هنا جماعه ديال او
لكم يا خدامين، الصوت يكون واضح لي انا، كاين شي شويه ديال الريح هنايا، والحد ديال الطريق هنا كما كتشوفوا غادي جات صورتها لكم في ان فيديو. ها هي الحد، شفتوا الحد؟ ها هي الحد. دابا حتى راه ديك الخطره ملي صورت لكم هنا باقي كاينين الفوارم بحال هنا، يعني خص راه عارفين الاملاك دايرين الاملاك والتسويه ديالهم حتى تحيدوا. دابا راه ولاو دابا كيتصوا هنا، راه كاين داك واقيلا كيتسميوه الروب العيد، ماشي اختصاصي في اشغال عموميه، حيت شي وحدين بعض المرات كيقول لك لا راه علاش قلتي هكا، علاش انا كنعطي معلومات على الفلوغ، الحوايج اللي عارفهم راه كنقول عارفهم، اللي ما عارفهمش راه كنقول كنسول الناس يقولوا لنا اشنو. كما قلت لكم راه هنا كيقادوا هذه البلاصه هذه وديك القنطره اللي كتبنا، وكاين واحد الشانطه اخر اللي غايجي من جهه القنطره حتى لهنا ملي غيتزدها حتى هنا، وغتصل القنطره نقول واحد 90% ديال الاشغال سالت، وهنا راه غتمشي ديريكت من هنا من المطار حتى الحي المحمدي. ها هي دابا راجعين جهه المطار، شوفوا تبارك الله شنو قلت لكم، الربيع داكشي زعما في الحاله الاولى ديالو. ها شوف الجمال تبارك الله كيتكاو على على الربيع هنايا، ها شفتوا نرى اللي بغى يدير سبور يجي لهاد البلاصه هادي، راه ما كاينش شي بلاصه بحال هادي ديال السبور هنا، كنقولوا الناس في اكادير راه كاين اكادير ايتملول ينزكان، كاين ما يدار، كاين المناطق ديال السبور، غير جيو ديروا السبور. نتمنوا حتى هنا ملي غيدوز هذا الطريق، ما عرفتش انا مثلا يفكروا المسؤولين يديروا هذه البلاصه كمنتزه على هذا الطول هادي، يديروا مثلا غير يقادوا هذا الجناب هادو، وتا ما يكونش غير انه السيارات، يكون حتى الطوبيسات دوز هنا والتاكسيات، باش انه ومن هنيت ربما داك امالوي اللي بغى مثلا يجي لهنا راه غيهبط، ويكون قهوه وتكون مثلا جرادي وتكون بلاصه فاش يتغدى يدير السبور على راحته. ها فين صورت لكم دابا يا خوتي من الرومبان تماك، وها المطار راه كاين فوق، وهاد الطريق الى غادي لايت منول كما كتشوف راه كاين شي شويه ديال الشمس، وديك الخطره راه خدامه غير ديك الطريق الاخرى اللي كاينه هنا، اللي كاينه في ديك الجهه هنا راه ما خدامهش، غنحاول نقطع تبان لكم شنو باش تشوفوا شنو تزاد هنا. هادي راه ما كانتش من التسعة ولكن تعاودت دابا، شفتوها ودابا راه تعاود هاد التشجير اللي كاين هنا كما كتشوفها، هو التشجير هاد داروا هاد هادو هاد النخل وهاد الغازون، راه هو راه تزاد باش يعطي ديك الجماليه للطريق ديال المطار. راه هنا من هنا تقريبا حتى لايت ملول راه كاين شي 7 او 8 كيلومتر، وهنا اللي قلت لكم راه غادي يحاولوا انهم يقطعوا فيه الطريق للبلاصه الاخرى كما كتشوفوا هنا. ما بغيت ندوز في الغازون ولكن ما لقيتش شي بلاصه خاويه انك تدوز فيها، ما بغيتش نتعدى على الغازون، وشفت التشجير واخا انه كنا كنتمناو انه يديروا شجارين مزيانين، ما يديروش غير هذا هذا النخل، ولكن ما عندنا ما نديروه هنا، راه كما كتشوفوا هنا كلشي ارغان ارغان، راه ماشي غير اجي وحيدو، باش تحيدو راه خصك شحال من 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 حاجه. وتا هنا راه كيكونوا دوك الناس كما كتشوفوا دوك الناس اللي كيبيعوا القهوه اللي بغى يدير القهوه ديالو، وهنا راه الناس كيجيو كيتغداو، هنا فين حط الطوموبيل كيجيو كيتغداو كيتغداو كيديروا كاسكروت كيفطروا. وهنا راه تبارك الله راه منتزه كبير، غنحاول نقطع نقطع كما كتشوفوا راه دابا الطريق من التسعة، وهذه راه النيلو، هذه راه تدارت تقريبا في التسعينات فاش تدارت هذه الطريقه هذه، هذه راه سيتي نيلو، ها هي النيلو. اذا شكرا لكم، وما تنسوناش من واحد لايك واشتراك والى اللقاء في فيديو لاحق بحول الله.